نتنياهو ينتقد حلفائه ويؤكد شن عملية رفح وتل أبيب تحصل على مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن لوقف إطلاق نار فوري. مصدر إسرائيلي يؤكد للحدث أن الحرب على الجبهة الشمالية ستكون مع دولة لبنان وليس حزب الله، وبنك أهدافها مرصود بعمق 5 كيلومترات. تقرير يكشف عن تصدر الإيرانيين لقائمة ضحايا التجسس الإلكتروني في الشرق الأوسط وإفريقيا. بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من الحدث، نبدأها مما أكده رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. أكد أن الضغط الدولي المتزايد لن يمنع إسرائيل من تحقيق أهداف الحرب في غزة، موضحا أنه في حال توقفت الحرب قبل تحقيق هذه الأهداف فهذا يعني أن إسرائيل خسرتها. وهذا وأشار نتنياهو في البيان إلى أن بلاده ستنفذ عمليات في رفح وستجلي المدنيين من مناطق القتال، ويستغرق الأمر بضعة أسابيع على حد قوله. هناك من يحاول وقف الحرب قبل أن تتحقق جميع أهدافها من خلال توجيه اتهامات باطلة ضد الجيش الإسرائيلي والحكومة ورئيس الوزراء، ومن خلال السعي لإجراء انتخاباتنا الآن في خضم الحرب. أقول للمجتمع الدولي، هل نسيتم بهذه السرعة يوم 7 أكتوبر أفظع مذبحة ارتكبت ضد اليهود منذ المحرقة؟ بدلا من الضغط على إسرائيل، مارسوا الضغط على حماس ورعيتها إيران الذين يشكلون تهديدا وخطرا على المنطقة والعالم أجمع. هذا وأفادت صحيفة معاريف أن المسؤولين السياسيين الإسرائيليين تلقوا الخطوط العريضة المحدثة لاقتراح وقف إطلاق النار الذي ستقدمه الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن. ووفقا لصحيفة معاريف فإن المسودة الجديدة تتضمن لغة أكثر حدة فيما يتعلق بعملية برية في رفح، حيث تشير إلى أن الظروف على الأرض لن تسمح بحدوث ذلك، كما تركز على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة. هذا ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية باسم الإنسانية، دعا إسرائيل إلى الامتناع عن شن هجوم على رفح في جنوب قطاع غزة، وكتب على موقع إكس أنه يشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن خطة إسرائيلية لشن هجوم بري على رفح، مبينا أن أي تصعيد جديد للعنف في هذه المنطقة المكتظة سيؤدي إلى مزيد من القتلى والمعاناة. ودعا المسؤول الأممي إسرائيل إلى عدم المضي قدما في خطتها والسعي إلى إحلال السلام، معتبرا أن عملية الإجلاء التي يعتزم الجيش الإسرائيلي القيام بها قبل الهجوم ليست حلا ممكنا، كما أوضح أن سكان رفح المتجاوز عددهم 1,000,000 نسمة ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه ولا مرافق صحية تعمل بكامل طاقتها وآمنة يمكن الوصول إليها في أي مكان آخر في غزة. وأشار إلى أن الكثير من الأشخاص ضعفاء جسديا وجائعون ومرضى إلى درجة لا يستطيعون النزوح مرة أخرى. كيف بدي أحكي لك، يعني عايشين سجن، أنا شبهته للسجن، يعني عندك غرفة صغيرة تتحمم فيها، تأكل فيها، تشرب فيها، تدخل الحمام فيها، لمجرد أنك بدك تصلي ما تلاقيش وسع أنك تصلي، لما بدنا ننام بننام فوق بعض، وحياة الله ما بكذب أي كلمة أنا بحكيها، الكلام طالع من القلب. هذا من يوم ما طلعنا من غزة وإحنا ما شفناش حاجة تبلريك، حتى بقول لك انه احنا عندنا هنا في اكل وفي شرب وفي معلبات، لكن قسما بربي ما احنا قادرين ناكل، لانه الاسعار نار، الاسعار نار، مين قادر يشتري؟ والله اقول لك السكر ما فيش عندي سكر، والسكر يمكن 35 نص كيلو ولا نص صوقيه حقها. الاولاد بدهم مثلا حاجات ثانيه، حمص، بدهم سلطه خضار، بدهم حاجه، ما فيش عندي لا بندوره ولا خيار ولا حاجه اني اشتري. والمعلبات صعبه اجابتها بسبب غلاء المعلبات من قبل السوق السوداء اللي بتسرقوه جهات تنظيمية لا إلها أساس
ولا لها راس، واحنا بنعاني من هذه المشكله. قبل الحرب كان الواحد في بيته متوفر شغلات رخيصه، اليوم الاسعار خياليه، يعني فيش منطقه في العالم كلها بتلاقي فيها نفس الاسعار الموجوده حاليا في غزه. يعني في شغلات الاولاد بيشتهيوها احنا ما احنا قادرين نجيبها بصراحه. كل شيء تغير، كل شيء. انا بقيت في بيتي مقيد مسيد باكل وشرب ورواتب وسوق. احنا بالسوق عندنا لفينا السوق اليوم كله على حبة سكر فيش. كيل الملوخية ب30 شيكل. من رفح مراسلنا هناك أحمد حرب. أحمد أهلا بك، يعني مزيد من التفاصيل أحمد عن الحالة الإنسانية، وإذا كانت فعلا بدأت مساعدات تصل إلى المحتاجين. بالفعل محمود، يعني هذه الليلة دخلت 13 شاحنة محملة بالدقيق إلى مدينة غزة وشمالها. طبعا هذه دخول هذه الشاحنات كان على إثر اجتماع ما بين ممثلي وكالة الأنروا في مدينة غزة مع بعض العشائر والعائلات المعروفة في مدينة غزة لإدخال هذه الشاحنة، ويكون هناك متطوعين من هذه العائلات والعشائر لتأمين والإشراف على توزيع هذه الشاحنات. وبالتالي دخلت وست شاحنات وصلت إلى مدينة جباء أو مخيم جباليا في شمال القطاع، وتم إفراغ الحمولة في أحد مقرات توزيع المساعدات في مدينة أو مخيم جباليا في شمالي القطاع، وسبع شاحنات تم توزيعها في منطقة الصناعة في وسط مدينة غزة. ومنذ ساعة الصباح وبدأت عمليات توزيع الدقيق، تم وصول أكثر من 2700 كيس من الدقيق، وبالتالي سوف يتم توزيع هذه الأكياس على كيلوات ليتم توزيعها على أكبر قدر ممكن من العائلات وتوزيعها في كافة مناطق مدينة غزة وشمالها. لأنه محمود نحن نتحدث عن 700,000 نسمة في مدينة غزة وشمالها، وبالتالي توزيع هذه الأكياس لا يساوي هذا الرقم. وبالتالي كان فكرة طرحتها وكالة الأنروا بأن يتم تقسيم هذه الأكياس لكيلوات وتوزيعها على أكبر قدر ممكن من العائلات، وبالتالي هذه المرة الأولى التي تنجح وكالة الأنروا في إدخال الدقيق إلى مدينة غزة. وبالتالي عملية انتظار هذه الشاحنات على دوار الكويت وعلى دوار النابلسي وكالة الأنروا وكأنها تقول سوف تنتهي، لأن دخول هذه الشاحنات يعتبر باكورة أولى لإدخال شاحنات خلال الأيام القادمة من الدقيق والمساعدات الإنسانية والإغاثية الأخرى ليتم توزيعها وتأمينها بهذه الطريقة بإشراف العشائر والعائلات المعروفة في مدينة غزة. وبالتالي هذا سوف إلى حد ما محمود يعمل حلحلة في الأزمة الإنسانية في حالة التجويع والمجاعة الحاصلة في مدينة غزة. وبالتالي دخول المساعدات الآن عبر معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم على حالها هناك تراجع، ولكن دخولها ما زال مستمر على الرغم من أن هناك نقص كبير في هذه المساعدات، وهذا نلمسه في وينعكس أيضا على حياة النازحين والسكان في مدينة رفح وفي مناطق الوسط. هناك نقص كبير في هذه المساعدات، وبالتالي الحياة المعيشية والحياتية صعبة للغاية وتتفاقم في ظل هذا التراجع في دخول المساعدات عبر معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم. معبرين فقط يا أحمد المسموح بهما حالات الوفاة نتيجة سوء. نعم لم أسمع السؤال. معبرين فقط، نتحدث عن كرم أبو سالم ومعبر رفح فقط رغم كانت هناك مطالبات. بكل تأكيد بكل تأكيد بكل تأكيد هناك سبعة معابر مرتبطة مع قطاع غزة لدخول الشاحنات والمساعدات، فقط يعني معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم الإسرائيلي وهو المعبر التجاري الوحيد المرتبط مع قطاع غزة يدخل من خلالهما المساعدات. وهناك محمود كما تعرف الكثير من القيود ومن التحديات التي تفرضها إسرائيل على دخول الشاحنات. في السابق كانت كل ساعتين تدخل خمس شاحنات
للتفتيش والموافقة الأمنية. الآن كل ساعة تدخل شاحنة واحدة، وبالتالي هذا من شأنه أن يعرقل عملية تدفق المساعدات بشكل كبير إلى قطاع غزة، خاصة مدينة رفح وفي مناطق الوسط بمخيماتها الأربع، النصيرات والبريج ودير البلح. وهناك تكدس كبير في هذه المخيمات، خاصة دير البلح هناك نصف مليون نازح. نعم. فيها تعتبر ثاني أكبر مخيم يوجد به نازحين بعد مدينة رفح. شكرك أحمد حرب مراسلنا في رفح. أحمد شكرا جزيلا لك. يعطيك العافية، أنا شايفك حصلت على الطحين، يعني تحكي لي كيف حصلت على هذا الطحين؟ والله بزول بعد سبع أشهر وإحنا هيك والمرمط، وانت شايف كيف العالم فوق بعض، ومنحنا بتاعنا فيهم الحمد لله. لمين هدول الطحين بدك توديهم؟ لمين؟ الأولاد. لمين؟ أولادك بياكلوا كانوا طحين ولا أول مرة ياكلوهم؟ والله على شعير وعلى القمم وعلى الذرة، ليش ننسوا هاي الحياة؟ أنا جوزي مش موجود هان، وأنا جاية أخذ لأولاد طحين، أنا عندي خمس تنفار، وجوزي مسيبني، كان من عمال إسرائيل هو، وظلوا محجوز غاد، فما فيش حد يجيب لي، باجي أنا برجلي باجي بدور، بقعد أدور لأولادي عشان أجيب لهم طحين، من يوم الحرب، مرة اللي خش علي وبعديها ما خشش بالمرة. تمام، شو بتتمني أنت يا صبري؟ أتمنى إنه تخلص هالحرب، وتفك هالدنيا، بدي جوزي يرجع لي. تمام. والشعب ياكل يعني يجيبونه. والطحين هذا لمين بدك تجيبيه انت؟ هذا اولاد الصغار. عندك اطفال؟ عندي ولد عمره سنتين والله ما برضى ياكل اي شيء. والله ما دخلش من اشهر، ما دخلش فيش، انا والحاجة عايشين لحالنا، ربنا اللي بيجيب لنا الرزق تبعنا الحمد لله. تمام. طب انت ايش بتطالب يا حاج؟ ايش بتطالب؟ ان يكون في عمليه اليه سلسه لتوزيع الهويه ولا ايش؟ والله بنطالب انه يكون في توزيع في مراكز منظمة بأمن عام، يكونوا يصفطوا الناس، يعني بلاش يصير الهمجية هذه. من رام الله الدكتور محمد المصري الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية. دكتور محمد أهلا بك. يعني نحن أمام مشروع قرار يقدمه الأمريكيون إلى مجلس الأمن، مختلف هذه المرة دكتور محمد، وناقشك في هذه النقاط الاختلاف، يحوي وقفا دائما لإطلاق النار، هذا لم يكن موجود سابقا، بالعكس كانت أمريكا تقدم فيتو إذا كان هناك مشروع قرار يتعلق بوقف دائم لإطلاق النار. فنحن أمام وقف دائم هذه المرة، وأمام لغة حادة فيما ضد ما يتعلق بالعملية المزمع إجراؤها في رفح يعني. وبالتالي نحن أمام تغير، يعني شئنا ما بين أمام تغير أمريكي يمكن أن نناقش في هذا، هل هو تغير جاد فعلا يؤخذ على محمل الجد؟ تحياتي لك أستاذ محمود ولكافة المشاهدين الكرام. يعني نحن اليوم بال 64 بعد المئة من العدوان على الشعب الفلسطيني، وبالتأكيد أي شخص متابع يرى تغيرا ما، وهذا التغير دائما الإنسان يأخذه بشكل إيجابي، حتى لو كان دوافعه ليست بنفس الدوافع التي نرغب فيها، أن يكون هناك موقف متوازنا من الإدارة الأمريكية تجاه العدوان على الشعب الفلسطيني. هذا لا يمكن أن يتم، لأن هذه الحكومة أو هذه الإدارة هي جزء من العدوان، وشاركت في مجلس الحرب وتدعم العدوان بالسلاح وبالذخيرة وبالطائرات وبالآليات وبالمال وبالحق الفيتو وكل شيء. وبالتالي أنا أعتقد أنه أن يتغير هذه اللغة لأسباب ما، كان داخلي إذا بعض الحديث الذي أستمع من المحللين أنه تغير نتيجة مثلا انتخابات، نتيجة الضغوطات عليه، نتيجة أنه يعني الضغط الدولي، نتيجة ما لن يحتمل ما يوقع من خسائر في المدنيين الفلسطينيين، هذا شيء طبيعي. ولكن بالنسبة لي المخرج هذا الموضوع أن يتغير الموقف الأمريكي، يضغط على حكومة الاحتلال ويدفع نتنياهو في مؤتمرات الصحفية، يذكر حلفائه بإن كنتم قصرين الذاكرة تذكر يوم 7 أكتوبر. هذا يدل أنه هو في ضغوطات حقيقية عليه، أن يلتف من خلف نتنياهو ويستقبل جانب صداق سياسي أيضا ضاغطة عليه. العلوم السياسية فهمتنا دائما قد تكون الدبلوماسية الناعمة أكثر تأثيرا من الدبلوماسية الخاشنة. أن يدعو إلى عدم دخول رفح إلا بخطة مبنية على أول شيء إبعاد المدنيين، إيواء المدنيين، إطعام المدنيين، تقديم الماء والملابس للمدنيين. في حالة حرب هذا أنت حطيت العصاية في الدولاب، يعني لا يتحرك نتنياهو، لا يستطيع أن يقوم بهذا الحمل، وهو لا يرغب فيه، هو يريد أن يرغب أن يقتل أصلا. فإذا أنت حوطته بكل هذا الموضوع فأنت منعته يقدم على العملية. الجانب الآخر بما يخص القرار، المشروع القرار الذي يقدم، كان هناك تفكيرا في مشروع قرار آخر من جهات أخرى أيضا تقدم في مجلس الأمن، هذا يقطع الطريق عليهم.
الجانب الثاني، نعم وقف اطلاق النار فوري لاول مره، لكن هو مرهون بالافراج عن كافه الرائد الموجودين لفتره محدده ولن تتم. هو هذا ضغط نوع اعتراضي، ضغط على نتنياهو صحيح، وظن ضغط ايضا على حلفاء الفلسطينيين الذين يرغبون بالتقديم ايضا لمشروع قرار حتى الاداره الامريكيه تاخذ فيتو رابع حتى تحرج اكثر من ذلك. انا بعتقد بمجمل العام الحرب كحرب في قطاع غزه عم تنتهي، ولكن المعارك الجانبيه موجوده، والحرب كما كانت يعني حتى لو راجعنا قوائم الشهداء الذي يسقطون في قطاع غزة يتجاوز الأقل من 100. احنا بالنسبة لنا الفلسطيني 1% نفس الشيء يعني، ونحزن على الجميع، ولكن نعم في تراجع في مسألة الاشتباكات اليومية إلى حد ما، لكن كمان في خسائر ما زالت في جانب الاحتلال. ونستمعنا أول أمس قال وزير دفاع الاحتلال بشكل واضح لا نستطيع أن نكون احتلال في قطاع غزة لأن هذا سيسبب لنا خسائر في جنودنا وضباطنا وفي مقدراتنا العسكرية، وأن لم يكن هناك بديلا موجود وقد طبعا هو السلطة أول شيء، لا نستطيع الاستمرار في قطاع غزة. هو يعرف المحتل بأنه لا يستطيع البقاء في قطاع غزة حتى في الشريط الحدودي الذي تم توسيعه من 300 متر إلى 800 متر وسيصل إلى 100,000 متر، بمعنى بحدود تقريبا اقتطاع من قطاع غزة 51 كيلو متر، إن كان من الشمال 9 كيلو و42 طول يعني من بيت حانون إلى رفح. أنا أعتقد أنه هذه الخطة حتى هذه الخطة لم تسير بشكل صحيح، وأيضا الإدارة الأمريكية تراقب من خلال استخباراتها ومسيراتها ما يدور في الميدان بأنه لم ينجح نتنياهو وجيشه فيما أعطاه من مؤشرات الإدارة الأمريكية بأن نحن جاهزين أن ننجز العملية في شهر ونص. دكتور محمد، يعني الخبر الذي أناقشه معك أنه في مشروع قرار الأمريكيون يقدمونه فيما يتعلق فيه بند وقف دائم لإطلاق النار، صحيفة معاريف هي التي نشرته، وبالتالي يعني أصلا الموضوع مشكوك فيه، يعني الموضوع أصلا الذي نناقشه قد لا يكون حقيقي يعني، وبالتالي فعلا إمكانية أن يكون ذلك حقيقيا يعني معاريف تنشر خبر أنه الأمريكيين لديهم مشروع قرار يقدموه لمجلس الأمن فيه بند وقف دائم لإطلاق النار. البند ده اللي أنا دايما أسأل عنه الدكتور وهو المتعلق أنه هذا الذي كان يرفضه الأمريكيون، يعني هل ممكن تكون معاريف صادقة في أن هناك مشروع قرار حقيقي فعلا يقدم إلى مجلس الأمن فيه بندا يتعلق بوقف دائم وكلي لإطلاق النار؟ بند دائم يعني بمعنى وقف إطلاق دائم نقطة، هذا لا يتم. وقف إطلاق نار دائم مشروطا بتحرير الرهائن الموجودين أو المحتجزين في قطاع غزة، ما يذكر فيه بأنه تبادل أسرى، وهذا ما قاله نتنياهو اليوم. نعم، لا لن يكون هناك وقف لإطلاق ورا عمليه رفح مستمره صحيح. وهو ايضا يستخدم عمليه رفح كفزاعه، هو يعرف تماما بانه اول شيء لوجستيا لم يكن مستعدا وحتى الان لم يستعد، لانه يجب ان تكون قواته موجوده متواجده لدعم قوات الداخل الموجوده. خان يونس لم تنتهي المعركه فيها، مدينه حمد انسحبوا منها بالامس ولم يحققوا الانجازات الكبيره. تحدث نتنياهو وجيشه عن 4 كتائب موجوده في داخل رفح، وانا اقول هناك 5 كتائب، كتيبة في مخيم لبنى ومخيم شابورة والمدينة وشرقي أيضا المدينة، هناك 4 كتائب، 4 كتائب نخبة من حماس، بس هناك كمان في جهاد وفي شعبية وفي ديمقراطية وفي عدد كبير. الأهم من هذا وذاك أنه في 1,400,000 نسمة، هؤلاء يعني مهما لو قذفت حجر تؤدي إلى نتائج كارثية. المجتمع الدولي لم يعد يحتمل الصورة التي تخرج من قطاع غزة، الإدارة الأمريكية بأسباب الداخلية وأسباب أيضا الضغوطات الدولية وحلفائها خاصة من الإخوان العرب الذين يضغطون على الإدارة الأمريكية بأنه ما يحصل في قطاع غزة إبادة جماعية يجب أن تتوقفوا، تحاول الإدارة الأمريكية الابتعاد خطوات للخلف بعيدا عن حكومة نتنياهو. نتنياهو اليوم في أزمة والضغوطات عليه قوية جدا، وهو يعترف بهذه الضغوطات ويهدد العملية مستمرة بعد عملية إبعاد المدنيين. كيف يبعد المدنيين؟ لا توجد مساحة في قطاع غزة آمنة ولا مجهزة ببنى تحتية، لا يقدم الماء ولا الغذاء ولا الطعام ولا الملابس ولا حتى أي شيء كمان حماية، لا يستطيع. لذلك عملية رفح ما زالت حتى الآن تستخدم للترويع والتخويف من أجل الضغط على الفصائل لكي تقدم تنازل أكبر في وثيقة الورقة الخاصة بالتبادل. وأعتقد وركة التبادل أصبحت منجز الآن،
وإذا جلسوا على الطاولة غدا الاثنين ستكون هناك في تقدم، قد يكون خلال أسبوع هناك إنجاز في صفقة تبادل. صفقة تبادل حتى لو بالمرحلة الأولى 42 يوم ستكون الأمور متغيرات كبيرة جدا لا تسمح لنتنياهو العودة للقتال من جديد. أشكرك دكتور محمد المصري الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية من رام الله. دكتور محمد شكرا جزيلا لك. أكد مصدر أمني إسرائيلي للحدث أن نشوب الحرب على الجبهة الشمالية ستكون مع الدولة اللبنانية وليس حزب الله. وأضاف المصدر للحدث أن لدى إسرائيل بنك أهداف بعمق 5 كيلومترات داخل لبنان لم تستهدفه بعد وستدمره بحال وقوع الحرب. هذا وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان إنه قصف الليلة الماضية مبنى عسكري كان يستخدمه حزب الله في بلدة لخيام جنوب لبنان، وأضاف أنه استهدف أيضا نقطة مراقبة تابعة لحزب الله في بلدة كفر كلا. في غضون ذلك قال حزب الله اللبناني إنه استهدف تجمعا للقوات الإسرائيلية قبالة بلدة الوزاني. حذر أطباء في جنوب لبنان من عدم قدرة المستشفيات على مواصلة عملها في ظل التصعيد الراهن بين حزب الله وإسرائيل ونقص الإمكانيات المتاحة. بين مطرقة القتال وسندان الأزمة الاقتصادية يترنح الجنوب اللبناني مع تعثر الكثير من القطاعات ومنها القطاع الصحي. نحن قدرنا نتغلب على كل المعوقات، قلنا انه كان في عنا اصرار نحن نضل نحن موجودين ومتشبسين هون بارضنا، وطالما نحن قادرين نعطي الخدمه حنعطيها نحن الخدمه الطبيه، مع العلم الامكانيات هي كثير ضعيفه والدعم كمان كثير قليل للمستشفى. نحن من مخزوننا كمستشفى مرجعيون وحتى من بعض الجمعيات او المنظمات الدوليه صار في دعم، لكن الدعم مش هو الدعم المطلوب. هذا المشفى في الجنوب تضاءلت خدماته الطبية مع وجود عوائق مادية كبيرة لسد حاجته من المواد الطبية اللازمة، وخاصة مع اقتراب نفاذ مخزون الوقود والأكسجين. احنا حسب نوعية الحرب اللي ممكن تصير، اذا مقارنة مع 2006 نحن نصمد، نحن عندنا خطة ان نحن نصمد. هلا الحرب اللي بدها تصير كيف هي ممكن تصير او حدا يتخيلها، في عدة امور نحن عم نتخيلها، لكن المخزون في له حدود بيخلص. اذا ما اندعمنا بهذا المخزون وخاصة بالطاقة بالمازوت ما نوصل لوقت نحن انه ما حنقدر نكفي. أما العاملون في المشفى فيواجهون صعوبات نفسية أيضا تتمثل في تخوفهم من القصف المستمر ونزوحهم إلى أماكن بعيدة حرصا على حياتهم. الفريق الطبي والتمريضي بالمستشفى بهذه المنطقة الحدودية بضل أجواء الحرب اللي نحن عم نعيشها عم بيكون كتير في تعب نفسي أكثر من التعب الجسدي. بالعادة نحن بنكون عنا كتير مرضى وكتير عمليات وكتير حالات بنشتغل عادي، ولكن هلأ بالوضع اللي نحن فيه دايما عم بيكون عنا جرحى عم نستقبل، عم نعمل عمليات كتير صعبة، عم نواجه صعوبات لتوصل لموظفين من يعني بعض المسافات لأنه أغلب التمريض نزح والأطباء نزحوا، وعنا تخوف كتير دائم عم بيكون بسبب الأشياء اللي عم نسمعها، غارات، قصف دائم. استمرار القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل منذ نحو 5 أشهر أسفر عن مئات القتلى والجرحى وأربك حياة المدنيين في الجنوب. مي المهندس، الحدث. بعد الفاصل إلى عنوان جديد وفيه: إعلام إسرائيلي يكشف عن سرقة بيانات الآلاف من طلبة الجامعات على يد قراصنة إيرانيين. أوجاعهم
أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. تابع الحدث في مكانه وزمانه. الدقة، الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى، ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائما في قلب الأحداث بحثاً عن الكلمة والمعلومة. نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية. الحدث، حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة. تصدرت إيران قائمة الدول التي يكثر فيها ضحايا برامج التجسس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للعام الماضي بأكثر من 1500 حالة وفقا لنتائج أبحاث أجرتها شركة أمنية. وبحسب التقرير فقد جاءت كل من تركيا واليمن ومصر في المراكز التالية في القائمة على التوالي. أما عالميا فقد احتلت روسيا المركز الأول في عدد ضحايا برامج التجسس بنحو 10,000 حالة، فيما حلت البرازيل والهند في المرتبتين الثانية والثالثة، لتحتل إيران المركز الرابع عالميا بعد روسيا والبرازيل والهند. هذا وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قراصنة إيرانيين سرقوا تفاصيل آلاف الطلاب المسجلين في عشرات الكليات المختلفة في جميع أنحاء إسرائيل ونشروها على الويب المظلم. وأشارت صحف إسرائيلية إلى أن التفاصيل المسروقة شملت بطاقات الهوية وتفاصيل الحساب المصرفي، إضافة إلى عناوين البريد الإلكتروني وتواريخ الميلاد وصور جوازات السفر وثائق التنازل عن السرية، مؤكدة أن هذه البيانات يمكن استخدامها في عمليات احتيال للاستيلاء على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي. من الكويت ينضم إلينا المستشار في أمن وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي رولاند أبي نجم. أستاذ رولاند أهلا بك. يعني خلينا نأخذ هذا التصنيف، يعني ضحايا برامج التجسس، أن إيران تتصدر هذه القائمة. نفهم أكثر عن ضحايا برامج التجسس من الخارج أم من الداخل؟ يعني أول شيء مساء الخير لك أستاذ محمد ومساء الخير لكل المشاهدين. بطبيعة الحال في عدة تقارير صارت، وبيناتهم في تقارير لسيتيزن لاب اللي هي NGO كندية مركزة بتورنتو، أوضحت كيف كان بظل وقت كل المظاهرات بإيران كيف كان عم يتم استخدام عمليات التجسس الإيرانية داخلياً على المواطنين، لأكيد المواطنين المعارضين بمحل معين تكون عندهم سيطرة على المظاهرات ويقدروا إذا بدك يوقفوا الاتصالات بين بعض أو يتنصتوا عليها أو يحاولوها أو يقدروا يعملوا بدهم إياه. حتى بعض المظاهرات كانت عم تساعدهم بأنه يقدروا يلقطوا كل الأشخاص إذا بدك اللي هن مشاركين أو منظمين هذه المظاهرات. فبطبيعة الحال الأهداف التجسس بإيران هي أولا داخليا، بس كمان بنفس الوقت إيران مثل أي دولة عندها أعداء خارجية وبتجرب تستفيد من هذا الموضوع. بهلا كنا بنعرف الحرب العالمية هي حرب سايبر وورد، حرب سيبرانية. فيلي بيكون عنده أكسس أكثر على الداتا والمعلومات والبيانات بيقدر يستفيد منها تكون عم بيحارب الأعداء تبعوله. يعني التجسس من الدولة على شعبها، يعني هذا الذي صحيح. فهمته ليس من الخارج، يعني ليس من إسرائيل مثلا أو أمريكا على إيران، يعني وإنما من الحكومة لا على شعبها. صحيح، لأنه نحن بس نوضح شغلة. أول شيء أجهزة التجسس والبرامج كل الحكومات بالعالم فعليا صار عندها القدرة عليها،
هلا بايران لانه هي ما عندها قدره للوصول لتقنيات امريكانيه او اسرائيليه. في عندها اتفاقيات كثير كبيره مع الصين بهذا الموضوع، والصين عم تزودها باجدد التقنيات، حتى في معطيات موجوده انه في تم تركيب ملايين الكاميرات بالشوارع، وكلها كاميرات ذكيه بتشتغل عبر الذكاء الاصطناعي، بتقدر تحلل الاصوات والصور، وحتى بتقدر تعرف اجناس البشر وشو طبيعتهم وشو خلفياتهم عن سؤون، وبتبعت كل هذه البيانات للمخابرات والاجهزه الامنيه بايران تكون عندها اذا بدك سيطره داخليه على داخل ايران تما يصير في اي انقلابات او اي شيء. هلا باقي الدول، اذا بنعطي مثلا فرنسا، بشهر 7/2023 اعلنت الدوله الفرنسيه انه هي عندها القدره وقادره تعمل انه اذا في اي حدا مطلوبين للعداله، مجرمين تجار مخدرات سلاح او غيرهم، تقدر تتنصت على الهواتف تبعولهم عن بعد، ان كان مايكروفون او كاميرا او لوكيشن او اي شيء، بس هيدا بده قرار قضائي وبده موافقه من الجهات القضائيه المعنيه. سو هيدا الفرق باستخدامات هيدي الوسائل بين الدول اللي بتستخدمها تطبق القانون، بين الدول اللي بمحل معين عم تستخدمها للسيطره او كمع شعبها. يعني هل تطبق القانون كيف؟ يعني هل اي دوله او اي حكومه في العالم من حقها ان تتجسس على هواتف المواطنين في بلدها؟ يعني هذا غير مسموح، ما نعرفه غير مسموح، يعني مهما كان النظام السياسي. صحيح، بس اذا بنرجع بنقول المثل اللي صار بفرنسا، فرنسا اقرت قانون بيسمح للجهات الامنيه الرسميه انه اذا في اي اشخاص متهمين بموضوع له علاقه اذا بدك بيعتبرون جرائم الكبرى، تجار السلاح، المخدرات، الدعاره، تجار البشر او غيرهم، هول الاشخاص بقرار قضائي بيسمح لهم يتنصتوا عليهم عن بعد، بيسمح لهم يتراقبوا فيهم عن بعد. لكن هذا غير مسموح، هذا استثناء يعني، لكنه ليس مسموحا بالنسبه لبقيه الدول. صحيح 100%، كل دولة عندها القوانين الخاصة تبعيتها بهذا الموضوع. طيب بالنسبة لي يعني قراصنة إيرانيين سرقوا تفاصيل آلاف طلاب إسرائيليين في كليات مختلفة، في كيف تحدث هذه العملية تقنيا؟ كيف تحدث؟ اوكي، لما بنحكي نحن عن موضوع الجامعات، الجامعات بالمطلق بيكون هدفها اكاديمي، بيستعملوا المواقع الالكترونيه تبعولهم تيقدروا الطلاب يتسجلوا بالكورسات تبعولهم، تيقدروا بمحل معين يعرفوا العلامات تبعولهم وغيرها من التفاصيل. فما بيعملوا استثمار كتير كبير بموضوع الامن السيبراني، وما بيعملوا اذا بدك استثمار، لانه اذا جامعه بدها تتكلف ملايين الدولارات لتعمل امن سيبراني رح تتكبد خسائر كتير كبيره. فكلمالك القراصنه بيستغلوا الثغرات الامنيه بالبرامج اللي علاقه ببرامج الجامعات وغيرها، وبيستغلوا ثغرات امنيه بالبرمجه او بالاجهزه الموجوده تيقدروا يستغلوا هذه الثغرات بالاختراق وسرقه البيانات. لو حد عاوز يكون في امان بعيد عن ان يتم التنصت عليه او اختراق هاتفه يعمل ايه؟ للاسف لا يوجد، يعني نحن بالامن السيبراني ما في شيء اسمه 100% امن، بدي اكون معك كثير صريح، يعني ما فينا نضحك على العالم ونقول انه لا انت فيك تكون امن 100%. النقطه الاساسيه اللي فينا نحن نعملها انه فينا نزيد الامن والحمايه تبعولنا ونخفف المخاطر، بس الماكسيموم اللي فينا نوصل له 60 او 70% امن. كيف لانه ما ننسى شغله، يعني كيف تزيد الامن؟ انا الاحظ بعض الناس بيشيلوا الهواتف القديمه، لو تذكر، دون أن نذكر ماركات هذه الهواتف، يعني الهواتف القديمة اللي أول ما طلعت في التسعينات، بيقولوا هذه آمنة. أمينة؟ صراحة أكيد لا، وهذا مفهوم خاطئ جدا، لأنه أول شيء تنوضح شغلة، الفرق بين الهواتف القديمة والهواتف الجديدة أنه الهواتف الجديدة هي موصولة على الإنترنت، فيها تطبيقات عندها أكسس على الميكروفون والكاميرا، في بقلبه صور، في بقلبه بياخذنا لوكيشن، سو في معلومات أكتر بيقدر ياخذوها عنا. بس ما الهواتف القديمة ما هي مرتبطة بشبكة قديمة أصلا، كل ما تكون شبكة قديمة يعني شبكة متهالكة، يعني في عندها قدرة للسيطرة عليها، كل الاتصالات على الهواتف القديمة غير مشفرة، فبتقدر كل الدول بسهولة أو بيقدر أي حدا أي جهة يقدر يسيطر عليها، الرسائل غير مشفرة كمان بيقدر يتم السيطرة عليها. فهذا للأسف مفهوم خاطئ جدا، إذا أنا معي هاتف قديم يعني أنا ما بيقدر يتنصت علي. ورح زيد بس بعد نقطة كمان بهذا الموضوع، إذا أنا بدي أقول أنا ما بدي استعمل ولا اي هاتف وانا بدي اكون بعيد عن التكنولوجيا، بس اذا الشخص اللي حد معه هاتف سمارت فون بيقدر عبر بصمه صوتي او بصمه صورتي يقدر يتنصت علي من الهاتف تبعوله. انا وماشي على الطرقات كل كاميرات المراقبه بالمولات بالمطارات بكل المحلات. هلا اليوم في تقرير لرويترز انه الاقمار الصناعيه لشركه ستارلينك لإيلون ماسك عم تزود الاجهزه الامنيه الامريكانيه بكل شيء له علاقه ببيانات العالم على كل الكره الارضيه، وقادر تزودهم بكل هالمواضيع. لو انت في لو في منزلك سمارت تي في، يعني تلفزيون ذكي، او هل ممكن يستخدم للاختراق ايضا؟ مش هل يمكن، اكيد يتم استخدامه. نحن هلا بعصر صرنا بعصر الاي او تي، الانترنت اوف ثينكس، كلنا ببيوتنا عندنا كاميرات مراقبه، كلنا عندنا
سمارت تي في اللي هو بالنهايه شو السمارت تي في؟ شو الفرق بينه وبين تليفون؟ اذا التليفون ليتس سي هو سامسونج وعليه اوبريتنج سيستم اندرويد وبتنزل عليه تطبيقات موصول على الانترنت، ما التي في كمان نفس الشيء، التي في هو جهاز وفي عليه اندرويد اوبريتنج سيستم موصول على الانترنت، في بقلبه مايكروفون بنبسط نحن بنعطيه اوامر انه افتح يوتيوب او افتح شيء ثاني، فاكيد بينخرق، خاصه انه ما حدا منا لا بحط انتي فايروس ولا بحط اجهزه حمايه على التليفون تبعوله او غيره. يعني يتسنط عليك ماشي، لكن ممكن يتحكم في الكاميرا ويبدا يصورك او يصور قلب بنزلك، يعني هل تصل الى هذه الامور؟ مش هل تصل بأول ما حصلت الحرب الروسية الأوكرانية في هاكرز أوكران أو سبورتيف أنونيمس دعموا بيدعموا أوكرانيا ضد روسيا، فيه اخترقوا كل كاميرات المراقبة بروسيا أو يلي قدوا اخترقون حطون على موقع بابليك، كل واحد فيك تقول أنا بدي أشوف الكاميرات بالبيوت بالأشغال أو الدور اندور وين ما بدك، تقدر تتفرج على العالم هن قاعدين ببيوتهم أو بأشغالهم أو وين ما بدك. لا ما احنا يعني احنا زدنا الخوف عند المشاهد. طيب ايه النصائح؟ نصيحة، النقطة الأساسية بهذا الموضوع نعتمد نظرية زيرو تراست، أي عدم الثقة بأي شيء. يعني أنا ما مرفض أوصل بالهاتف تبولي، لأن أنا بالنهاية إذا تم اختراق شركة أبل واخترقوا لي الهاتف تبولي أنا ما فيني أعمل شيء. عدم الثقة بأي مصدر معلومات، أي حدا بيبعثنا روابط حتى لو أشخاص بنعرفهم. يعني إذا وصل لي واتساب من رقم حضرتك وأنا بوصل بحضرتك، بس ممكن يكون الواتساب تبولك مخترق وتم إرسال رسالة لإلي، ممكن تم سرقة حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي وأرسلوا لي رسائل. فمفروض يكون عندي مبدأ إنه أنا ما أوثق بولا أي شيء، واتأكد من كل مصادر المعلومات، اتأكد من الروابط اللي عم يكبسها، ما خلي معلومات على هاتفي أو أي جهاز معلومات ممكن إذا انسرقت تعمل لي مشاكل، واتعاطى بقد ما فيه إذا بدك أحمي حسابات وأحمي مواقع شخصية. كل الحسابات البنكية على هواتف الناس الآن، طيب ماذا نفعل؟ للأسف من أسبوعين ثلاثة كان عندي مقابلة عن برنامج فيروس بيخرق هلأ كان هواتف حتى الآيفون اللي هي إجمالا بقوله صعبة تنخرق، بيقدر ياخد يسرق كل البيومتريك انفورميشن تبولك، يعني الفيس ريكوجنيشن، بصمات الصوت وغيرها، بيقدر يعمل أكسس على تطبيقات البنكية اللي فيها كل حسابات البنكية، بيقدر يسرق منها كل حسابات البنكية وبيكون عنده أكسس على كل شيء بمحل معين، ما في شيء محمي. أشكرك. كنا نتمنى أن نطمئن الناس فزدنا خوف الناس. أنا بشكرك أستاذ رولاند أبي نجم، شكرا جزيلا لك. إلى اليمن، نقلت واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن إدارة جو بايدن توسع جهودها لمراقبة واعتراض الأسلحة الإيرانية التي يتم تهريبها إلى الحوثيين الذين لم يوفقوا هجماتهم بعد ستة يوقفوا هجماتهم بعد ستة أسابيع من الضربات العسكرية. وتسعى الإدارة إلى رسم خريطة طريق بحرية يتم استخدامها أو استخدمتها طهران وفق شحنات الأسلحة أثناء عبورها، مع الإقرار بأن الحوثيين قد يشكلون تحديا أمنيا كبيرا في المستقبل المنظور، وهو جزء من استراتيجية أوسع نطاقا تشمل أيضا العقوبات والضغوط الدبلوماسية، لكنه يواجه قيودا بسبب نقص الموارد العسكرية الأساسية. وأصف مسؤول دفاعي كبير هذه الجهود بأنها قوية جدا فيما تحاول واشنطن استكشاف كيف يمكن للدول الشريكة توسيع تركيزها على تعطيل تهريب الأسلحة الإيرانية للمساعدة في تعويض المخزون المحدود من الطائرات الأمريكية بدون طيار وغيرها من أدوات المراقبة. بدأت ميليشيا الحوثي شهر رمضان بحملة ابتزاز وجباية على حساب عائلات المختطفين في سجونها، وأبلغت الميليشيا عائلات مختطفين بدفع مبالغ مالية ضخمة مقابل الإفراج عن كل مختطف قد تصل إلى ما يعادل 15,000 ريال سعودي. وأقالت مصادر حقوقية إن من يشرف على حملة الابتزاز الحوثية القيادي عبد القادر المرتضى مسؤول ملف المختطفين لدى الجماعة بهدف تحقيق مكاسب مالية. وأقالت مصادر إن الميليشيا تشترط على الأسر بعد دفعها المبلغ المطلوب كتم الأمر وعدم الإعلان عنه والادعاء بأنه تم الإفراج عنهم كعفو عام خلال شهر رمضان. بعد الفصل إلى عنوان جديد وفيه
خبراء يحذرون من ارتفاع الإصابات بالإيدز في العراق بعد تسجيل إصابات لعدد من الأطفال. تتوقف تحطم كل شيء، تاركة خلفها ذاكرة ورماد وحكايات يرويها من بقي منهم، لكي تبقى شاهدة على المكان والزمان والإنسان. خلف عناوين الأخبار الكبيرة انعكاسات تؤثر على حياة الناس بإيقاع الحياة اليومية وفي كل شارع وحي. نرصد لكم القضايا المحلية، تفاصيل دقيقة تعكس الواقع، الفساد، الفقر وعناوين كثيرة نحلل ونفصل. أحداثا صامتة غائبة أو مغيبة، مع بداية خيوط الحدث ستجدنا هنا في مكانك وزمانك. الحدث في مكانك، السبت 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. وقع الاتحاد الأوروبي مع مصر اتفاقات لمساعدات بقيمة 7 مليارات و400 مليون يورو، تشمل 1 مليار يورو تمويل طارئ في هذا العام، واتفق على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة. وقررت مصر والاتحاد الأوروبي صياغة وثيقة شاملة بشأن الشراكة الشاملة والاستراتيجية والتوقيع عليها خلال الربع الأول من العام الحالي، وتشمل مجالات التعاون العلاقات السياسية واستقرار الاقتصاد والاستثمار المستدام والتجارة بما فيها الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتغيير المناخ والهجرة والأمن. وبحسب البيان المشترك ستواصل مصر والاتحاد الأوروبي العمل على صياغة برنامج عمل إيجابي وتنفيذه لتحقيق الرخاء والاستقرار المشترك. وناقش كل هذه الأشياء مع الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل في جامعة القاهرة. دكتور حسن، أهلا بك، كل عام وانت بخير. دكتور حسن، قبل أن أدخل إلى تفاصيل هذه الشراكة الأوروبية المصرية، أعلن الآن على قريب 8 مليار أوروبي، وكم من الصندوق؟ يعني أنا أريد أن أعرف، أو المشاهد الذي يتابعنا، كم سيدخل إلى الخزينة المصرية؟ 7 مليار أو 8 مليار من أوروبا؟ وكنا نتحدث مع حضرتك لو تذكر قبل أسبوع عن المبلغ الذي سيدخل أيضا الخزينة المصرية من صندوق النقد. يعني المبلغ هو 7.4 مليار يورو، بيعادل 8.1 مليار دولار، هو اللي هيخش الخزينة المصرية خلال الفترة القادمة بشكل القروض ومنح ميسرة على فترات استحقاق في حدود الخمس سنوات لدعم الاقتصاد المصري. في منهم 600 مليون دولار في شكل منح، 200 مليون منهم هيوجه لدعم الهجرة اللي حصلت لمصر من السودان ومن ليبيا، واللي هي تثبيت أوضاع اللاجئين اللي موجودين في مصر. يعني خلال خمس سنوات، معلش دكتور حسن، الانتخابات الأوروبية، ناخد نقطة نقطة لأن المشاهد شوية موضوع الأرقام ده بمزعج. يعني إحنا خلال خمس سنوات يدخل لنا ما مقداره 7.4 مليار و400 مليون خلال خمس سنوات. أصل الناس تتذكر دكتور حسن فكرة أن المبلغ هيدخل بكرة الخزينة المصرية.
اللي حاصل معانا مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي يسير على نهج صندوق النقد الدولي في دعمه للاقتصاد المصري. صندوق النقد الدولي توقف عن الدعم اللي هو المبلغ بالكامل يتم إيداعه في الخزانة المصرية، ويترك للحكومة المصرية الآلية في التعامل مع المبلغ بالكامل. الصندوق النقد الدولي من آخر قرض الدهنة اللي هو كان في 22 مع تحرير سعر الصرف اللي هو كان بيبلغ 3 مليار، قال ان انا مش هديلك ال 3 مليار يا دولة مصرية كمبلغ اجمالي، لا انا هديهولك على شرايح، والشرايح ديت على كانت على 4 سنين بمقدار 345 مليون دولار في الشريحة الواحدة خلال الشرايح اللي هي موجودة، مع مراجعات دورية في مارس و وأغسطس على الالتزام بالبرنامج الذي تم الاتفاق معه عليه مع الصندوق، سواء كان البرنامج ده في مجال العملة أو في مجال الحماية الاجتماعية أو في مجال تحرير سعر الصرف أو في مجال بيع الأصول أو في مجموعة المجالات التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق. الاتحاد الأوروبي يسير على نهج الصندوق في عملية المنح. لا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سوف يقوم بإيداع 8.1 مليار دولار أو ما يعادل 7.4 مليار يورو في الخزانة المصرية، لا هم بيقولوا أنه خلال السنة ديت هيتم دفع لمصر ما يعادل حوالي 1 مليار دولار خلال السنة ديت علشان تبتدي مصر أن هي تظبط أوضاعها الاقتصادية ويتم الدفع بهذه الأموال في مجموعة من المشروعات وليس دعم للخزانة العامة للدولة. طيب رفع الأمر، كنا بنتكلم على صندوق النقد من 3 مليار إلى رفع إلى 8 مليار هكذا كنا نقرأ يعني، وحضرتك صحح لنا الأرقام، والاتحاد الأوروبي 8 مليار دولار والصندوق النقد 8 مليار دولار، يعني بنتكلم على 16 مليار دولار المفروض يدخلوا إلى مصر خلال الخمسة أعوام القادمة على شكل قروض مستحقة. دي يبدأ دفع فوائدها إمتى يا دكتور؟ الجيل أي جيل هيدفع هذه الفوائد على هذه القروض؟ هي على حسب القروض دي مستحقة السداد خلال فترة قد ايه، هل هي قروض قصيرة الأجل مدتها 3 سنين أو 5 سنين؟ على ما أعتقد أن هذه القروض هي قروض لمدة 5 سنين، من 3 سنين لخمس سنين، وبالتالي الجيل الحالي هو من سيتولى دفع فوائد هذه القروض وأقساط هذه القروض. المشكلة يا فندم إن هو إن احنا عمالين ابتدينا نخش في عملية التوسع في الاستدانة مرة أخرى وليس الهبوط ومستوى الدين الخارجي في الاقتصاد المصري. لما اجي اقول ان انا عندي 8 من الاتحاد الاوروبي وزيهم من صندوق النقد الدولي ادي 16 مع اللي موجود عندي ال 168 او 167 مليار المديونيه اللي موجوده عندي، انا كده وصلت ل 193، جبت ال 193 قربت من ال 200 مليار دولار مديونيات. هذه المديونيات سوف يتم سدادها باي اليه من منين؟ لكن المشجع في الامر او اللي يلقي او يعطينا المساحه من الامل في مستقبل افضل من وراء هذه الديون ان هذه الديون في الاتحاد الاوروبي هي داخله في مشروعات مش داخله في الخزانه، ما هواش دين لسداد دين. يعني ايه؟ يعني ان انا ساعات بستدين لان انا عندي ميعاد استحقاق لدين فبستبدل دين بدين، لكن الشراكة الاستراتيجية اللي موجودة من الاتحاد الأوروبي في هذا القرض هي شراكة على مشروعات حقيقية على أرض الواقع في الهيدروجين الأخضر في تكنولوجيا الماء والكهرباء والغاز اللي هي فعلا تضيف إلى الاقتصاد المصري وتضيف له قيمة مضافة، لأن الهيدروجين الأخضر سوف يتم استهلاك جزء في الداخل والجزء الأكبر سوف يصدر للخارج، وبالتالي سوف يقدر إن هو يورد لي عملة أقدر أسدد منها المديونية اللي أنا خدتها. التكنولوجيا الماء، تكنولوجيا الماء المتطورة سوف تساعدني إن أنا أزرع كميات أكبر من المنتجات الزراعية، والكثير من المنتجات الزراعية المصرية لها سمعة دولية قوية، وبالتالي هقدر إن أنا أستطيع إن أنا أصدر هذه المنتجات الزراعية إلى الخارج أو المنتجات الحيوانية، وبالتالي ما يتم إعطاؤه لمصر من قروض من الاتحاد الأوروبي هو في شكل شراكة استراتيجية قد تبشر بالخير. وأنا يعني النوع دوت من القروض ده اللي أنا بفضله، اللي هي قروض تتجه إلى أدوات إنتاج وليست إلى أدوات دين. نعم. طيب كيف سؤال المواطن المصري يتابع هذه الأرقام وبالتالي فاكر أنها ستنعكس بكرة الصبح
على العملة أو على الدولار أو على الأسعار، وبالتالي يعني كيف ستنعكس هذه الأرقام أو هذه الشراكات على الدولار وعلى لقمة عيش الناس؟ يعني ممكن فعلا تقل الأسعار في الفترة القادمة مثلا؟ هي إن الأسعار تقل في أنهي سلع ومنتجات اللي موجودة في الأسواق. في مجموعة من المنتجات سوف يكون رد الفعل بتاعها سريع جدا لانخفاض الدولار، مع توفر الدولار اللي احنا عومنا على 50-85، النهاردة سعر الدولار في حدود 47-35 أو 45. فالدولار خلال 10 أيام اللي هم تم فيهم التعويم أو الأسبوع اللي تم فيه التعويم، الدولار قدر إن هو نزل أو فقد من 50-85 ل 47-30. فأنت تتكلم إن هو فقد حوالي 3 جنيه على 50، فأنت فقد 6% من قيمته. ده المفروض ان هو ينعكس على الاسعار اللي موجوده في مصر. بس ما تنساش يا فندم ان التجار بيتحججوا بحجه غريبه جدا لم يطبقوها عندما ارتفع الدولار، ان هو الموجودات المخزنيه اللي موجوده عندهم تم تدبير على سعر الدولار تجاوز 60 و70 جنيه للدولار، وان هو بعد تصريف هذه المنتجات قد ينخفض الاسعار. وانا بقول لا، مش هتنخفض الاسعار، لان الدوله لم تتدخل بالقدر الكافي في الرقابه على الاسواق على هذه المنتجات. لان لما ارتفع الدولار هم كانوا مدخلين منتجات على 24 و26 و28 جنيه للدولار، ونط الدولار بقى ب 60 جنيه، فباعوا اللي دخلوه ب 28 و30 جنيه على 60 جنيه. طب ليه ما خرجوهوش على 28 او 30؟ والدوله لم تحصل حق المواطن المصري في هذه الارباح العشوائية في شكل ضرائب أو في شكل رسوم أو في شكل فرض نوع من أنواع الأرباح على الثروات التي تمت تكوينها نتيجة لارتفاع سعر الصرف. ولما نزل سعر الصرف بيرفضوا ان هم يخفضوا الاسعار قبل ما يخرجوا الاسعار الموجوده عندهم. علشان الدوله تخفض الاسعار في الحاجات اللي هي بتاعه المستهلك اللي موجود، لازم الدوله توجد سلاسل توزيع مختلفه عن سلاسل التوزيع اللي موجوده حاليا، التي يتحكم فيها مجموعه من او هي تتميز بدرجه كبيره جدا من العشوائيه في التسعير والانفراد في اخذ القرار في السوق. دكتور حسن، طالما الدولار الان عرض وطلب، وبالتالي دائما يكون في طلب زيادة لما بنسمع عن أقساط سداد الدين أو فوائد الدين، وبالتالي إحنا بندفع دين كل قد إيه؟ يعني فوائد الدين دي بتدفع على نصف سنوية ولا 4 مرات في السنة ولا؟ هي بتدفع يا فندم around the clock، لان هو على حسب القرض انت خدته في يوم ايه ودافع الفوائد بتاعته والاقساط المسحقة عليه في ايام ايه. فهي ما هياش ان هي بتدفع ربع سنوية او نصف سنوية، لا، هو قرض اخدته في مارس بيدفع بصورة ربع سنوية، غير قرض اخدته في ابريل بيدفع بصورة ربع سنوية، غير اخدته في مايو بيدفع بصورة ربع سنوية. هو عملية العداد بيبتدي يعد من تاريخ التوقيع وتحويل الاموال للاقتصاد المصري. فانت ممكن يكون الاقتصاد المصري، احنا كلنا بنقوله ايه، ان احنا بنهاية يونيو 2024 احنا علينا التزامات سداد ديون تتجاوز 16 مليار، حوالي 16.8 مليار. ده مجموع الديون اللي احنا لازم نسددها بفوائدها بمستحقاتها خلال الفترة دي. بنهاية ديسمبر 2024 في عندنا حوالي 15.7 أو 8 مليار دولار واجبة السداد، لكن ما بنقدرش نقول كل شهر. الجداول بتاع السداد موجودة عند الحكومة، موجودة عند وزارة المالية، موجودة عند الجهات التي تتعامل مع المقرضين الدوليين. مش شهر 6 دكتور حسن، مش شهر 6 لكن 9 العملية 12. يعني نسمع 6 و9 و12 بيكون في شوية، شهر 9 و6 لانه هو بالضبط. يعني انا بنقول بنهاية 6 بنهاية 9 بنهاية 12 باللي هي عملية الأموال التي سوف يتم أو المسحقات التي سيتم دفعها خلال من شهر 3 لشهر 6، والمسحقات التي سيتم دفعها من شهر 6 لغاية شهر 9، ومن شهر 9 لغاية شهر 12. فهي بس هو جرى العرف أنه هو تقسيم السنة ربع سنوي، أنه هو بيبقى عندك في شهر 3 و6 و9 و12 بس الدفع. المسحقات اللي موجودة عليه قد تكون وانت في شهر 3، ممكن تكون عندك حاجات في يناير، ممكن تكون عندك حاجات في فبراير، ممكن تكون عندك حاجات في مارس. احتياط نقدي كم وصل الآن يا دكتور؟
الاحتياطي النقدي حسب ما هو ما البنك المركزي ما بينشر انه هو كان وصل ل 36 قبل عمليه الرأس الحكمه. ننتظر في نهايه الشهر دوت انه هو، لان ما تنساش حضرتك ان الاعلان عن الاتفاقيه بتاعت الرأس الحكمه والاموال اللي بتيجي ديت هي جت خلال الشهر، الكلام دوت هيبان في رصيد البنك المركزي في نهايه شهر مارس. الاحتياطي النقدي اللي موجود عنده المفروض يبقى كام؟ انا اتوقع ان الاحتياطي النقدي الدولاري اللي موجود عند البنك المركزي في نهاية شهر 3 أنه يتجاوز بمنتهى السهولة الـ 40 ويمكن يوصل لـ 45 مليار دولار نتيجة للأموال التي تدفقت على الاقتصاد المصري، إن نعم. لم يكن أكثر من ذلك في ضوء تحويل الفلوس بتاعة صفقة رأس الحكمة اللي هي تبلغ 24 مليار أتى إلى الاقتصاد شكرا المصري جزيلا. 5 مليار ولسنة 19 الصادي. مليار مفروض يأتي للاقتصاد. وقتي انتهى، شكرا جزيلا دكتور حسن، لكم دائما تحياتي، ألتقي بكم بعد ساعتين من الآن. We'll be right back.